سلام اخويا، بطل لاباس عليك. الحمد لله، انت مزيان، امورك على خير، نورتينا. الله يبارك فيك اخويا، الله يبارك فيك الله يحفظك. اخويا. فراسك، انا شوقتني، عيطت لي العظمين بشرى وشوقتني نسمع قصتك. والله انا متشوق نسمع قصتك. ف قصتك قصة اخويا. ما داكشي اللي كنت شكرا تقولي لي، بعد الادمين بشرى، الله شكرا يسهلك ليهم كاملين لي فيها زادمين. وكثر خيرها حتى هي لي قالت لي زادمين ضروري ديك تشتغل. السيده حافك حاول تطلعها هي الاولى، طلعها هي الاولى. فانا بصراحه تشوقت نعرف القصه ديالك. شنو اسم السهر اللي هتعطيني؟ نعطيك اسم هبة. هيبة يا هيبة، هيبة هبة الله. هيبة الله، هيبة بلا شك القلب بلا ما نحتاجو نقولو. عامر، نعم اخويا، قلت لك القلب بلا ما نحتاجو نسولو، باينة عامر. عامر اخويا، مرحبا عامر هيبة. اخويا، عامر عامر. قبل ما تبدا هيبة، طيب كلشي بربك دير اخويا. جيم، بارطاجي كلشي جيم، نعم يلا كلشي دير جيم، كلشي بارطاجي في 20 جروب. سواء بارطاجيش ولا ما بارطاجيش، صلي فرح قلبك، ولكن تتمنى دير باش ما يتبلوكلناش اللايف. رجع هيبة، مرحبا بك، نورتيني، تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، الحلقة كاملة ديالك. شكرا اخويا، الله كتر خيرك. مرحبا. انا خويا من غير بدالك، من الأول انا خويا من عائلة، كنت انا والوالد والوالدة. اسمح لي واخا راني مرتبكة شوية. شوف خودي راحتك، احنا معك. شكرا. مرحبا. انا وخويا عائلة متوسطة، ما عندناش وما ما عندناش وما عندنا وما خصناش، المهم متوسطة. المهم الوالد شيفو كان خدام شي فور، ديما كنشوفوش بزاف، كيخدم داك يومين اللي كيعطيه ولا نهار كيجي كيعطي نعس كيمشي يخدم، كنشوفوش بزاف. المهم واحد النهار فقنا الصباح كنفطرو، شوية دقان في الباب لي جوندار، قال لك دارك سيدو. شكون باباك؟ توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه. والد يا ربي امين خويا، الله يطول عمرك. صافي من داك النهار تقلبات الحياة ديالنا، جاتك العلم داك النهار في يدي. خليك 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 في البلاصه فيها اللي كنتي فيها في الاول، عافاك. كلشي درجه دابا مزيان. مزيان دابا، مزيان دابا، كملي لي. جا السيد اللي خدام عنده ديك الليله، دار له العشاء ديالو، عطى شي بركه للوالده، مشى بحالو ما عاودناش هنا. سالت ديك البركه غير في داك العزوم. انا كانت عندي ديك الساعه 15 عام، خويا كان عنده ديك 6 سنين هكاك. الوالدة ما كانتش عمرها ما خدمات ما الدار، كانت عندنا واحد خالتي خدامة في واحد البلاصة. جات عند الوالدة قالت لها علاش ما تمشيش معايا تخدمي، انا نشوف لك دوك الناس يخدموك معايا وانتي كتعاوني راسك. البنت راه كبيرة غتقابل خوها وصافي. انا ما كنتش كنقرا نيت مزيان، ما شكاش في عمرك ديك الساعة هيبة؟ كنت عندي 15 عام. وخوك؟ خويا كانت عنده ديك 6 سنين، المهم بيناتنا شي 10 سنين هكاك. انا وياه صافي، خرجت من القراية باش على الاساس نقابل انا خويا وهو يقرا، وليدة مشات تخدم. مشات خالتي هضرات لها مع دوك الناس، صافي قبلوها مشات خدمات. دوك الناس كيخلصو مزيان، كيصوبو الورق تاع لاسينيساس، المهم خدمة مزيانة، خطا فيها شوية تكرفيس، ولكن الحمد لله على كل حال. صافي مشات الوالدة كتخدم، أنا مقابلة خويا، أنا مقابلة خويا وكتمشي تخدم. هاديك الخدمة اللي كيخدمو كيديرو جروب، سيمانة كيخدمو بالنهار وسيمانة كيخدمو بالليل. خالتي
شي داك الخطيبة هما ما كيعرفونيش بأنني أختك. أنا غير قلت لهم واحد السيدة غتخدم من العائلة غادي نفر. أنتي بلاتي عافاك خليك فشي بلاصة سيونا فاش تكونيك هيبة 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 خليك فشي كونيكس خليك فشي بلاصة فيها كونيكسيون كلشي يبارك على جيم باش ما يوقفش كاين اللي تيخرجوا اللايف باش يبارك دابا على جيم دابا مزيان هضري هيبة شي مزيان دابا على ما اظن مزيان كل واحد يكتب السميه ديال المدينه ديالو باش ما يتبلوكاش عافاك وكلشي برك على جيم وبارطاجي باش ما يتبلوكاش اللايف صافي يلا جيم وكلشي يكتب المدينه ديالو كلشي يكتب طوب سير مزيان باش ما يتبلوكاش كملي ليها هي المهم خالتي السيمانه اللي كتخدم فيها الوالده بالليل خالتي كتخدم بالنهار باش تبقى تجلس معانا بالليل ما تبقاش بوحدنا تخلفوا هي وخالتي ديرو سيمانة بسيمانة صافي خدامين احنا بخير علينا عايشين مزيان انا كنقابل اخويا صافي واحد النهار الوالدة جات خالتي خدمت بالليل تخدم الوالدة جات في العشية جابت الصوت نتاع الخدمة نتاع دوك داكشي اللي مقابلها هي جبت الطابلية كتكون طابلية وكتلبس فوق منها جلابة ايضا لها السيدة اللي دخلت بالليل قالت لها راك نسيتي الصور ما حطيتيهم ليش في البلاصه قالت لها ودي راني جبت بالتلفه راني نسيتهم كان خويا ديك الساعه مريض واحد ديك الوقيته بالتلفه مسكينه ساتهم ما عندهاش معاها المهم قالت لها خصك توصليهم لي دابا راه الناس راهم جايين طيارتهم غادي توصل راه غادي يكونوا هنا وخصني الليل هذاك راه صافي طاح الظلام خلينا خويا عند الجاره قالت لك الوالده مشي انا وياك تمشي معايا تمشي معك مشينا دخلنا لك البلاصة المهم أنا أول مرة كنشوفها داكشي خلتني غير في الجردة عالم آخر ما عمري ما شفتو تبيت بقيت غير على فمو كنشوف كان عندي ديك الساعة راه خدمت الوالدة شي عامين وعندي شي 17 عام ديك الساعة تكون 17 عام داك في 18 وديك الساعة خرجتي من القراية بقيت خرجت من القراية لا خرجت لا خرجت من خرجت من القرايه باش نقابل خويا صافي دخلت الوالده مشات هي خلاتني قالت لي جلسي هنا حتى نرجع دخلت هي لدخل بقيت جالسه واحد شويه كيتحلوا داك البيبان كيدخلوا شي طوموبيلات المهم عاجين السفاره دخلوا المهم انا جالسه واحد الساعه واحد هابط فيهم عيط لك العساس وداكشي طاوي تقول النهار كلشي طواوات كلشي كتعرف انا ديك الساعة 17 عام 18 بنادم باقي يلاه بين وكنت شوية عاطية عليه المهم عيط عليه قال لي سولو ما عرفتش كيهضرو كيشوفو فيا انا مازال ما فهمتش ديك الساعة والو انا صاحبني كيغوت عليه زعما علاش يدخلني ولا المهم تخلعت جات الوالدة وصلنا الشيفور جبنا وصلنا للدار اللي كيوصلهم داك الترونسبور اللي كيوصلهم واد الناس هادو شنو خليجيين ولا شنو ولا مغاربة ولا شنو ما بغيت المهم ما بغيتش انا نعطي لي ديتاي راك عارف بحال هكاك واخ مخلطين المهم جيت بحالتي جينا انا والوالدة وصلنا الشيفور دخلنا صافي تعشينا نعسنا الصباح هي مشات لخدمتها هي ملي مشات لخدمتها سولو فيها عيط عليها المسؤول تما قالها ديك البنت بنتي ما كتخدمش كتقرا ما كتقراش علاش ما تجيش تخدم في ديك البلاصه ديالي الوالدة ودي راه هي مازال صغيرة مقابل أخوها أنا كنخدم عليهم ما كتعرف والو وهدي وهدي قال لها هادشي غادي تعلم وهدي المهم خلاص قهوان قالت له أخوها ما كاينش اللي قابلو المهم كلناش نخليو له حنا أنت شتي الخدمة تاعنا راه النهار كامل ولا الليل كامل قال لها أنا غنتكلف به دخلو شي مدرسة داخلية ولا هدا قلت له الوالدة انا ما نقدرش ندخل شي مدرسه داخليه ولدي نسمع فيها وداكشي ولا نتكلف به شدوا له شي خدامه تقابلوه هادي
المهم الوالده ما بغاتش، قالت له المهم غادي نشوف. جات الوالده قال كيعطيهم نهار في الربو لحد. جات خالتي كندخل كنلقاهم كيهضروا، كندخل عليهم كيسكتوا، كنخرج كيهضروا. المهم في الاخر قلت لهم مش علاش داكشي، واش بغا شنو وقع شنو هادي. قالت لك الوالده علاش شنو 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 قالوا لنا شنو قال الوالده في الحق ما بغاتش. شنو قالوا شنو بعدا قالوا لها؟ قالوا لها زعما بتجي تخدم، زعما انا نمشي نخدم خدمه عاديه، الخدمه عاديه تما. هما قالوا الوالده على خدمه عاديه. انا جايك الهضره اخويا. المهم خالتي قالت لها علاش ما تما شي بغا شي ما بغاش. المهم بقيت المذاكره، قلت لها انا علاش ما نمشي نخدم ونتعاونوا وحنا خدامين. بقى جالسه غير في الدار خويا كيمشي يقرا وانا كنبقى جالسه في الدار. المهم قالت لها على خالتي علاش ما نشوفوش شي مدرسه دابا الا خدمه حتى البنت غيكون شويه المصاريف شويه شايط. دخلوا الولد المدرسة الفلوس، وكيكونوا دوك المدارس اللي كيكونوا كياكلوا فيهم كيخلصوا لهم الماكلة حتى العشية وعاد كيخرجوا. المهم قالت لها الوالدة غادي نمشيو نسولو ونشوفو بعدا إلا لقينا شي حاجة اللي على حسب فلوسنا. البنت مازال ما عرفناش شحال غادي تخلص، راه مازال ما كتعرفش دير والو. صافي هي هاديك مشينا انا واحد جيراننا كتقرب واحد ليكول بريفي. قلت لي ودي حنا ليكول تاعنا كيخرجوا كيقراو حتى للربعة وكيخرجوا، كاينين المدارس الاخرين زايدين شويه في الثمن كيشدوهم حتى للستة السبعة دلاجية وكياكلوا تما. مشينا كنقلبوا المهم هادي حتى لقينا واحد ليكول مرخوفة شوية قيدناه. لا مازال ما قيدناش، تنشوفوا بعدا الخدمة كديرة. المهم مشيت مع الوالدة، صافي مشيت خدام زعطوني اللبسة ديالي كنخدم، كانوا يعلموني بشوية بشوية، مرة في الكوزينة مرة في الميناج مرة كل مرة فين. صافي واحد المرة عيط لي هداك اللي كبير تما كبير الله. ما يقول لنا من الأحسن واش مغاربة ولا شي ولا خليجيين قدري؟ لا ماشي مغاربة، ماشي مغاربة خويا، خليجيين عرب عرب. اوكي المهم خويا مشيت قال لها قال لي غادي تخدمي هاد الجامع ديالي غتسخري شي اللي خاصني. المهم صافي المهم خدمت تحولت لتما كنخدم داكشي اللي كنعرف. المهم واخا هكا كنت زعما كنعرف كان المهم فايقه شويه كنخدم. المهم حاد قال المهم صافي واحد النهار المهم كانوا عندهم كانوا شي زياره. المهم الضياف داكشي كنسخر المهم كنحطو ناس داكشي اللي خاص تخرجوا الناس. صافي المهم ديما كيكونوا الضياف كان انا اللي كنمشي نسخر لهم كنحط داكشي مقاد. المهم داكشي متول جات القرعه ديال الحج. اللي كيجي الحج دائما كيختار واحد ربعه الناس كيصيفطهم للحج. المهم فاش جات عيطوا لهم جات الوالده من بين دوك ربعه الناس. جات خالتي قالت فرحات الوالده مسكينه فرحنا كاملين حيت داك المقام كلشي كي كلشي كيتمنى يمشي له. كنقولوا حنا انا يمكن الا مشينا على هاد الحاله ما عمرها الوالده ما غادي تقدر تمشي له زعما بالخلصه ديالنا. وداك الشيء فرحنا بزاف. جات خالتي قالت لها كيفاش ما يمكنش عيد الحج كيختاروا الاكبر سنا دوك اللي قربوا يخرجوا لا غوتخيت ولا فهمتي. قلت لها انك انا زعما سابقك في الخدمه وداكشي وما يهزونيش كيفاش تهزوك انت. قلت لها ما صافي لا سهيله زعما القرعه تهزت فيها هي ولا داكشي المهم خلتي طاح لها على جنب. قلت لها ماشي مشكل المهم جا وقت الحج
صافي تصفتنا معها مشات مسكينة فرحنا لها وداك الشيء مشات افك دير الكيك تمام. دير الكيك لا ما دايرهاش خويا واخا افك كلشي دير جيم باش ما يحبش كاين بزاف الناس اللي خرجوا من اللايف كلشي بقي بك على جيم جيم وبارطاجي كملي ليا القصة كملي لي صافي مشينا خويا مشيت صافي مشاو للحج صافي اخرتي انا مشات ماماك للحج خويا دخلني مشات للحج خويا راه دخلنا لواحد ليكول خلاص دابا انا وخالتي عاود غنقعدنا وبقو سيمانة انا بالنهار سيمانة هي بالليل باش خويا ما يبقاش بوحدو صافي هاديك جيت لخدمت جا النهار مشؤوم اللي غير لي حياتي كاملة شدني اغتصبني شكون هذا؟ واحد الليلة كانوا ضيال شكون هذا؟ واحد السيد من هادوك واحد السيد من دوك الناس اللي كيكونوا تما اللي خدمني نهار الاول شنو كانوا الناس كان اللي شافني نهار الاول الناس كانوا الناس شاو مشاو بحالهم كل واحد مشى لبلاصتو مشى انا ديالو تغواز ما كاينش اللي يسمعك ما كاينش اللي ما عندك ما دير صافي اي حاجه ديرها ديما اللي فقير واللي مسكين ولا راه ما عنده ما مي ميتي صافي هذيك الليله صافي جيت بحال صافي دازت ديك الليله جيت بحال هادي كنقول يا ربي لمن نقول امي ما كايناش وخالتي لا قلتها لا غادي تنوضو المشاكل ما عرفتش اش ندير سكت قلت في الدار داك النهار قلت خالتي الخدمة غادي تمشي مريضة انا هو سول فيا في الخدمة قالوا له ما جيتش قلت لهم خصها تجي ما تخليش في الخدمة شكون اللي كيعرفها شكون اللي ما كيعرفهاش واحد الواحد السيدة كتجيهم من العائلة عيطوا لك خالتي واش هاد اللي عندو قال لها فينا قالت له راه عافاك خليك شي بلاصة فيها هبة خليك شي بلاصة فيها كونيكسيون عافاك قلت لي البلاصة عافاك كلشي درجة عافاك باش ما يحبش الله كتبت درجة بحالك كل واحد يكتب مزيان طوب باش تكتب سير دريبه كلشي دير بارط مزيان دابا على ما طوب مزيان كملي مزيان صافي قال لها لا خصك وانا غادي ترتاح اليوم وغدا ان شاء الله غادي تكمل خدمتها الا مريضاتش كيكون الطبيب عندهم تما غيشوفها جات خالتي اشنو خصك تمشي للطبيب يدوز لك داكشي قلت اشنو غندير الا جلست خويا وقرايتو والوالدة خصني نصبر حتى تجي الوالدة وصافي عندي ما ندير صافي مشيت كملت خدمتي كنخدم المهم نهار كي نقولها لراسو كيقول لي عجل كنمشي عندي ما ندير سيف عليا مشكل كون غير حتى تما تما في صعود الضياف نتاعو اللي كيجيو الا بنتلو في الا بان شي واحد تعجبتو كنت سيري معاه او اقسم بالله العلي العظيم اخويا يعني ما بقاش غير هو بقى هو وعائلته وكانت في عمرك قلتي لي 17 عام ديك الساعه ياك هيبة 18 هذيك الساعه 18 صافي بقيت هكاك جات الوالدة جات الوالدة صافي انا مرضت جات حتى هي جات عيانة شوية وانا مرضت كتجي الدوخة كتجيني صافي تقيا صافي مكنقدرش
وقف كندوخ استقطت حبلة. أو واو 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 أو واو واو جبت ارتحت الوليدة قلت لها قلت لها شكينة 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 مشات عند الوليدة قلت له شنو 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 قلت لها هذاك ماشي مشكل كاين الحل ديالو قلت له شنو هو الحل دابا البنت هي طاحت باقا صغيرة قال لها قلت لك هذاك الحل غادي تسكتي والحل عندي شنو هو الحل في نظرك طيحي شي فرن اي عقلي لا ماشي نطيحو ماشي نطيحو الشيفور غيعقد لي الشيفور قالت له الوالده واخا تطيحو هو الشرف نتاعها دابا شكون اللي غيتزوج بيها قال لها داك عندي الحل واحد الشيفور من دوك الشوف فريا ما يعقد لي قال له زعما باش غيعقد لي هو يعني تزوجي بالشيفور عجبها الحالة هي كرسان عجبها الحالة هي كرسان معها ما عجبهاش غيطلقا يعني بس سمي مراكي مزوجة باش ما تقدرش الهضرة المهم تسمى مزوجة قلت له والدة ما كاينش شي حل اخر خصنا نقبلو هذا الحل ما كاينش شي حل اخر الا ما درتيش هذا الحل غتبقي هكا ماشي مشكل نخلي ولا واخا هكاك على ما يتقادو الامور خصها تبدا تجي تخدم كنمشي نخدم انا حالتي على ما كنقدش دوخه ومرض اللي كليت حشاك في الدار واخا هكاك ما رحمنيش واخا كنعرفوك حامله مازال تيتكرفسو عليك واحد النهار تكرفت بزاف عليا شكون هو النيت ماشي هو لا من واحد من دوك الضياف مهم مهم جيت للدار صافي مرض صافي جاتني حاجه اللي بغا شي توني واحد لقلي ليك قالت له ماما قالت لي شنو شنو واحد لقلي ليك صافي خسر داكشي دار لي كيرتاج صافي جيت للدار جيت للدار صافي قلت لماما صافي هذيك الخدمه ما نعاودش نحط فيها رجلي واخا ما نعرف قطع الراس صافي واش انا حامله وما رحمونيش عاد غير رحموني دابا صافي ما مشيتش سيمانه ما مشيتش صافي عيط الوالدة قالها صافي راه تكون برا ترجع لخدمتها قالت الوالدة راه ما بغاش ترجع صافي راه مريض وما نقدرش قالها لا ترجعي ما انت غتمشي بحالك عيطي لها قالها هكاك زعما الا قالها هكاك زعما غادي يقول هاد الناس ما عند فقراء وداكشي ما يمكنش يجلسوا بلا خدمه غادي يجيو يخدموا صافي الوالدة قالت له حتى انا ما نخدمش نمشي بحال هادي صافي خرجت مسكينه هكاك بقات هي خالتي اللي خدامه حتى هي ما عرفوهاش واش خالتي غير العائله وما عرفوش واش خالتي بقات خدامه هي صافي جلسنا انا وياها جات خالتي كتعرف واحد السيدة عندها واحد دوك الفيلا اللي يكونوا في جبل البحر بحال دوك النصارى ودوكشي اللي ما كيبغيوش لي زوطيل وداك النصارى دوك الفيلا اللي كيكونوا في جنوب البحر كيكونوا دوك لي جروب النصارى اللي ما كيبغيوش ميلاد وداكشي صوتي تقطع عندك بزاف هيبه بدلي البلاصه عافاك هيبه بدلي البلاصه عافاك راه كاين بزاف ديال الناس يخرجوا من باش ما يوتوش لايف كلشي بقى على جامعه عافاك كل واحد كتبنا المدينه ديالو كذلك شوف شنو هي المدينه لكن اللايف تقطع دابا مزيان هضره هيبه عافاك مزيان دابا
انا ما اظن بزاف الو بزاف تي اسمحي لي هيبه كي اللي خرجتي ياك اللايف تيتقطع دابا ما كاينش يبقى يبارك على جامعتك جيم كلشي يكتب لنا المدينه ديالو يكتب المدينه ديالو كلشي يبقى يدير جيم بحال هكا كلشي يدير بارطاجي في 20 جروب 20 جروب كلشي يدير برك البارطاج كل واحد يطاقي شي واحد من عائلته ومن صحابه واخا كملي لي هيبه كملي هيبه لا ما خلص قلت لك كاينين دوك الفيلات كي كيكونوا في البحر كيكونوا مفرشين عرفتيهم كيكريوهم دوك مثلا دوك النصارى اللي ما كيبغيوش لوطيل وما كيبغيوش كيكريو دوك الفيلات ماشي غير النصارى حتى العرب حتى كلشي كي الاغلبيه النصارى كيكون واحد السيده كتعرفها خالتي هي اللي مكلفه اللي بيهم العيالات اللي كيديروا الميناج واللي كيطيبوا واللي حتى كتلها روح بنت اختي واختي هما دوك الا بغيتي يجيو يخدموا معاك وداكشي كتلها واخا مشينا كنخدموا معاهم الميناج ولا الطياب المهم كلشي كنديرو كنخدمو كيجيو دوك النصارى كاين اللي كيدور معاك بعشرين اورو كاين اللي كيدور معاك بخمسين المهم كيدورو معاك على ديك الخلصة نتاعك هيا ودوك التطاور الا عجبتيهم راه كيدورو معاك واش غادي نقول لك النصارى الله يعمر لهم الدار شي اللي نقول لك كيحترموك كي تعامل يعني ما نعرف المهم كنخدمين حنا كنخدمين داك الولد كيقرا ما يمكنش نخليوه نخرجوه ما يمكنش كيقرا مزيان ويا بقينا خدامين حنا خدامين 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 اكثر يا الصيف كتكون الخدمه كثيره في الشتاء كتكون قليله شويه المهم عايش الحمد لله المهم شويه الوالده بدات كتعيا شويه مسكينه خرجت جلستي انا بديت كنخدم خرجنا خويا من ليكول بريفي صافا مابقيناش قادين على داك ليكول خرجنا دخلنا المخزن المهم كيقرا كيقرا حنا خدامين خدامه الوالده عاوتاني في الدار هي كتصاوب الحلوه كنحس كتصاوب داك بحال الكعبه الغريبه على البسطيله داكشي المهم اللي بغا كوموند هكا شي عرس ولا شي كتر هكا وكنتعاونو المهم خالتي تا هي ما تخدمش كتعاون ايوا حنا عايشين بخير المهم وصل خويا الدار باك جحل كيقرا مزيان جابو مبقيناش نسمعوك دابا عافاك كيمشي خصو ليكم شو هيبة خليك في بلاصة فيها كنتسافك دابا خويا مزيان لا مزال دابا مزيان هضري دابا مزيان دابا على ما اظن مزيان كلشي داكشي هاك خلينا هيبة المهم قال لك خصو يبقى يمشي يدوز لي كونكور يدوز الامتحانات وداك الشيء خصو بدا يمشي معاه بحكم انه ما عمرو ما خرج من دار القرايه دار القرايه كانش كيخوف ما عرفو والو المهم كنمشي معاه انا كيدوز كنمشي فين ما قال لي كديه كيدوز 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 المهم جاوبو صحاب دوز كلية الطب هزو نجح فيها كنا خويا كلية الطب فيها المصاريف بزاف راه ما قادينش بحركة بحركة كنحاولو بحركة مهم غاديين مع الوقت قالك هو والو هي فاش اخلاق انا نجحت فيها وانا من صغري وانا كنتمنى نكون طبيب وانا هدي وانا هدي صافي قالك قلت لها الوالده صافي غادي نكبروا معاه عندنا ما نديرو خاصو يمشي لواحد المدينه اخرى بعيده مشينا مشينا تما داكشي اللي كنا كنجمعو كنا كنجمعو شويه من داكشي اللي كنخدم انا هادوك التضاوير وداكشي كنجمعو شويه باش تكريلو باش تشريلو داكشي الفراش اللي خاصو باش المهم مكفانيش داكشي جينا دخل
لينا بدا القرايه هو من الشهر الاول. خاصني الكتاب، انت كتعرف كعارف الطب والمصاريف ديالو والكتب الغاليين وخصو الحوايج المهم صافي ما بقى عندي والو. داكشي اللي كان جد معاه جا قالو قال سيدي كاينين دوك دوك القروض الصغرى اللي كيعطيو لك. مشينا هزيناهم كنخلصو انا والوالدة، احنا مع الكتاب بغيت الكتاب قدا نصيفطو له، بغيت هادي كنمشي انا شهرين كنمشي نتقدا له داكشي اللي خاصو كلشي ونرجع. هي هاديك بقينا هو كيقرا وحنا كن شدو هنا سكريدي هنا زادا واحد كريدي كيخلص كريدي صافي مشينا في دوك القروض. تهز خالتي تهز مو تهز جارة تهز صافي طيرنا. العام اللي نجحلو كيكون كتر من العام الاخر. بقينا هكاك الكريديات ما ساليناش منه، كان سالي واحد كان عزو واحد كان كلشي درك الحزين بارطاج. الو الو تنسمعوك دابا كامل. الو دابا مزيان دابا مزيان كمل صافي. ياك اخويا دابا كتشوف البنات باقي صغير وزوين وكلشي كيطمع فيك كلشي كيبغيك غير راك عارف كلشي كيطمع وانا ما بغيتش ديك الطريق نهائيا. واخا ما غاديش هبه ما سمعناك. شنو قلتي هبه؟ شنو قلتي في الاخر هبه؟ هبه شنو قلتي في الاخر؟ داكشي قال لي اللي درت كنقول المهم نتقاتل. قلت لك الناس كلشي كيطمع فيك ولا انا ما بغيتش الحرام. قلت لك واخا وقع لي داك المشكل ما بغيتش كاع شحال من واحد كيقول لي نعطيك اللي بغيتي كنقول لا ما خصنيش انا بداك الشيء كاع. وفي الخصوص سبحان الله العظيم النصارى والله ما كيقصروا معاك الهضره ولا كيقولوا لك شي حاجه. والمسلمين ديالنا كيشوفوك هكاك كيشوفوك صغيره وزوينه وتقزمنا وكتضربي تماره كيقولوا صافي هذه فرصه هذه زميله درنا معها غادي فهمتي الطمع. انا ما بغيتش ديك الطريق كاع نهائيا. المهم بقيت كنتقاتل. المهم سالت له ديك 5 سنين ديالو نتاع قرايه الميديسين كان له صافي دابا سير تمشي تخدم شويه قال لك لا خصو يدير اختصاص وخصو يمشي لبرا. وحنا راك عارف الولد واحد وخندناه يعني كنقولوا له اخويا راه ما عندناش راه انت كتشوف الكريديه راه مقاتل كيقول لك لا غادي نمشي لتما. وراه صحابي قالوا لي راك تقدر تقرا وتخدم وغنبقى نصيفط لكم وهادي وهادي وهادي. راه خالتي بعت واحد السلسله ديالها شي حاجه الذهب ديالها بعتها صافي. عاود مشينا هزينا عاوتاني مشينا لدوك القروض عاوتاني هزينا خصو قال لك بعدا على الأقل تكون عندو في الكونت بعدا على الأقل تكون واحد 16 مليون في الكونت مبلوكية. وعاد خصو ملي يمشي فاش تخلص راه صيفط لهم وقبلوه داكشي خصو تكون واحد 140,000 شهرية تبقى تمشي له كل شهر في الكونت ديالو. وهادو كيتبروكا وحتى لواحد الوقت عاد باش كيقدر يجبدهم. مشينا كنتسلفو كنطيحو كنوضو هادا يسلم لهادا يسلم هادا 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 بقات لنا باش كل اللي يضمنو. وكان واحد النصراني مسكين كيجي دائما لديك واحد الفيلا اللي دوز الصيف كامل تما فيها من بديت الخدمة تقريبا. وكا
كتعرفوا ديك المرأة، ديك المرأة اللي خدمتني اللي مقابلة داك الفيلا، ديك الشافة ديالنا، قالت لي حنا غنهضروا معاه نشوفوا هو الا كيعرف شي واحد ولا هو يقدر اصلا يضمنه داك الشيء، نشوفوا المهم على الله. هضرنا معاه وداك الشيء، جا خويا معنا هضرنا معاه مسكين والله ما خسرنا، قالك زعما صافي مرحبا نضمنه. هو كان طبيب وشاد لاخو تخيطو كيجي للمغرب، كيعجبو المغرب بزاف وكيجي يرتاح. طمنو قالك مادام انا الفلوس باش تقولو زعما الفلوس وداكشي ما عنديش ما نقدر. قلنا له خصو غير يطمنو شي واحد تما، بان عندو شي واحد يطمنو، اما الفلوس راه غادي حنا نتكلفو بيهم. صافي مسكين ما خسرناش، طمنو اش معنى الفلوس ما بقيناش سينا أسات خالتي الوالدين شي صحاباتنا، المهم كنتقاتلو على دوك الفلوس تجمعناهم حطيناهم في الكونت خصو ما يدي معاه، المهم قتل بي مشا. حاول عفاك سبعدين شوية الميكرو على فمك وتهضري بجدية إلا كان ممكن هيبة. المهم دابا مزيان كملي دابا. المهم داك النصراني مسكين ديك البلاد فاش كاين هو تما، فاش كاين هذاك لافاك فاش غادي يقرا خويا استقبلو تما. المهم ورالوها فين دار تما، قالوها فين بدا تقطع التيكي ديال الماكلة، كيقطعو تما يمكن التيكي الماكلة، ها فين تديرها. المهم ورالو مسكين كلشي. صافي هاديك رجعنا، المهم هو دا المكان صيفطو ديك 140 مبقاتش كتكفيه، كيقولك هو خصو كتر والحل عينو تما. المهم مبقاتش كتكفيه، كيقولك مكافيانيش. كلشي درجة معافاك ومكفيش هيبة، قلك شي بلاصة فيها كونيكسيو عافاك، كيقولك لا هيبة تصير شي بلاصة فيها كونيكسيون كلشي درجة. وي دابا مزيان؟ لا مازال غنعطي لكم واحد اللعبة ديال الشراك، اللي ما مشاركش يشارك، اللي ما مشاركش في لاباج يشارك دابا، هيا طلع لكم شاركوا. هيبة نعم دابا مزيان؟ اها كملي لها خشي مزيان دابا؟ اها كملي صافي. قلنا ليه سير دابا قلب على شي خديمة خدم معاون شوية، وحنا من نوصف طول ديك 140 ونتعاون شوية خدم شوية. قال لك لا راه اللي كيقول لكم الخدمة هنا غير كيكدب عليكم، راه ما كاين لا خدمة لا والو. هذاك النصراني مسكين قالها، قال لك راه النصارى وكيقراو وكيخدمو وكيعاونو راسهم، قولوا له زعما يمشي يخدم راه كاينة الخدمة. هو قال لك لا ما يخدمش ما كايناش هادي. المهم كتقاتلو المهم الوالدة شافتنا في داك الزيار، المهم كنتقاتل باش نخلص شي شهر نخلصهم كاملين، شي شهر كيجيو يدقو شي. المهم واحد الروينة مسكينة مرضات جا الكونسير في الوالدة. حاوت خصنا عاوتاني، جا واحد الفيلم اخر ديال السبيطارات وطلع بعض وسير هنا وسير هنا، عملية خص شيميو خص لي بدي يمشي معاها خص لي بدي يخدم خص لي بدي يجيب الفلوس. المهم دوامة اخرى عاوتاني صافي بقينا هكا طلع بعض السبيطارات الدوايات هادي صافي. طاقت مع واحد ولد الناس كيجيو الناس يخطبوني، ماشي ما كيخطبونيش، ولكن هاد ولد الناس اللي كيجي يخطبك كيقول لك حتى واحد ما يقبل لك على هاد المشاكل، فاش نتي تخدمي بالنهار ولا تخدمي بالليل باش تجمعي الفلوس باش تخلصي الكريديات باش تصيفطي لخوك باش السبيطار يوصل للكونترول السبيطار خاصك تمشي. كنرفض، جا
شي واحد ولد الناس قال لي المهم انا قلت له انا عندي مشاكل. جبت لنا واحد السيده قالت له انا راه عندي مشاكل عندي واش عندي. قال لي انا قابل عليك انا غنتعاون انا وياك ومعنا. قلت ماشي مشكل. قلت له انا بصح المهم تيران انا اللي بغا يقبلني غادي يقبلني يجي يدخل عليا انا امي متي ما غاديش نخليها. غلط الكبير عاود لي درت امك وبغيت بوحدي. المهم تزوجت به وديك السيدة اللي جابتو لنا زعما معرفة ديالنا مزيان وقالت لنا راه مزيان ما زعما متقي الله وراه متخافيش وهادي وهادي كنا عملنا بالله. تزوجت عقدت المهم هو تاكلت معنا موظف هو هو كيسمعنا يمكن في دوك العوامات هاد عامين نقول مزيان الله يعمر هضر. من بعد كيشرب كيقمار كيما دخل علينا شهر العصا أو تبان صفتك أخويا التصاور ديالي كلي زرقاني أو جاية من فوق زراق صفتهم اللي زاد مين؟ نعم صفتهم اللي زاد مين؟ تصاور لا ما صفتو صفتو كملي لي ما صفتو أنا صفتهم لهم صفت ما صفت لهم. المهم قلت لك هي هذيك صافي ما قدرت أزيز كنولد. الو تنسمعك الو تنسمعك أزيز كنولد. ايوا المهم صافي واخا حامله كنمشي نخدم كنمشي هو ما عاوني والو غير زادني المشاكل وزادني المشاكل على مشاكل وصافي. ولدت بنيه صافي المره الاخرى صافي ضربني بالبورتابل لوجهي انا نزلت اللي صادني تصاور نخلي وجهي قتلني بالعصا كل زرقه. الوالده مريضه مسكينه صافي مشيت كبت الطلاق قلت له والو طلقني غنمشي ندير شهاده طبيه غادي نمشي نوصل لك المخزن انا حبسك ما عندي ما ندير فيه عافاك الله يسهل عليك عطاني بريتي والله يعاودك ويعاودك تعطيني حتى حاجه حتى انا غير بريتي فقط. صافي دخلوا الناس بيناتنا عطاني بريتي مشى بحالته. صافي بقيت جالسه خالتي هي معنا. المهم صافي كملت 40 يوم صافي رجعت ما نفعنيش الجلاس انا خصني نخدم كنخلي بنتي ملي كتكون خالتي هي كتقبل علي اللي ما كتكونش كاينه واحد الجاره كتجلس مع الوالده كتشدها لي مسكينه ما عندهاش الولاد حتى هي قبلها لي كنمشي نخدم هادي نخدم كنخدم عاود كنخدم صيفط لخويا هادي ما كافينيش لا واحد كافيني لا واحد ما كافينيش. دازت سبع سنين راكو زالة وانا مازالة في الكريدية تهزت هادي حطها هادي قروض كلشي غنصيفطو للادمين ملي نسالي نصيفط للادمين ولا دابا اللي بغيتي نصيفط لهم ويشوفو داكشي كله. صيفت غير اري بغيت نشري الطوموبيل بغيت هادي صافي اللي كمل 7 سنين اخويا كمل حيد ديك النمره فاش كيهضر معانا بقاش كيهضر معانا داك النصراني كيخصو الفلوس كيقول لك داك النصراني مسكين كتهضر مع هذيك الشافه ديالو كتقول له كنعطيو له الفلوس هنا في المغرب وملي كيمشي تما كيعطيه هو حيت ما يمكنناش نصيفطو له قدر من داك القدر. صافي مشى السيد كنصونيو والو ما عندنا حتى شي حل
خيتك النصراني كان هنا في المغرب، احنا كنا وقعت له شي حاجة بين شي حاجة ما عرفناش، الوالدة تخلعات وهي متخلع على كاملين عليها. داك النصراني عيط لشي صحابو تما وقال له قال له سير قيمة فين فين، حيت كان هو عارفين كان كيمشي يديلو الفلوس وداكشي، عارفو فين ساكن وداكشي، كيمشي لديك البلاصة ما كيلقاش. صافي دخل هنا وكنقلبو كنقلبو كنقلبو ما عرفنا فين نمشيو، مشينا داك النصراني مشى للسفارة مشى لا كيقلبو والو ما كاينش اللي عطينا شي خبر ديالو. صافي الوليد طازا صافي راه شي واحد قتلو راه مات راه هاديك كيقول لنا داك النصراني مسكين كيقول لك شاف انا ما كنتش كنعرفش الفرنسي بزاف، شاف غير شي كلمات بحكم ديك الخدمه اللي كنت خدامه بزاف، كيقول لها راه الا مات ولا وقع شي حاجه راه السفاره كيعلموا وغادي يعلموا حباه وداكشي اللي طلعوا عليه. مشى داك النصراني كيبحث 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 اشنو غيلقى خويا، ألقى السيد مشى أمريكا. مش كيقلب دابا الناس اللي كيقراو معاه اللي قراو معاه تما وكيلو تما، المهم كيتعرفو بيناتهم، هداك راه ديجا كان طبيب عارف الناس. المهم قالنا مشى أمريكا باش نقدر نقول لكم فين ولا حدا. المهم كتقولي الوالدة قولي له غير واش حي واش غير واش مشى أمريكا، قالنا هادشي. المهم أنا اللي توصلت له هو هدا، بدل الفيسبوك ديالو بدل النمرة، المهم ملقينا والو. صافي دابا يجي شي خبر دابا يجي شي خبر يجي شي خبر، وخلاني أهلا خارقة خارقة خارقة. الوالدة مسكينة بدك تقلق والأعصاب، رجع لها داكشي البزولة داك المرض، مشات السبيطار قطعو لها البزولة، عاودنا عاوتاني نعاودو نفس السيناريو ديال شي مليون طلع قطعو. عفاك هيبة حاولي ما تصوتيش في الميكرو، عفاك حاولي ما تصوتيش هيبة حاولي ما تصوتيش في الميكرو عفاك إلا كان ممكن. واخ 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 أخويا كمان اسمع لي. صافي هي هاديك بقينا 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 واحد والجيراننا كمسكين كيجي يسول فينا الجيران، حنا كديك الحومة كانوا يجي شي كيدخل على شي وكيدو ديك الحومة باش كنا المهم دايرين بيناتنا، قال لك جا عندنا قال لي راه لقيت واحد الفيسبوك، راه لقيت محسن في الفيسبوك راه تسمع. كنقول له ما يمكنش اخويا، كيقول لي محسن هذاك طلع تصور وراه كتلي ورجي بالله خويا جيب لي نشوفو وصلني له نهضر معاه. قال لي لا واش ما هضرتش معاكم، راه قلت له راه الوالده نتاعك مريضه وراه قلت له شنو 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 راه كلشي قلت له ما هضرتش معاكم. قلت له لا خويا ما عرفتش معنا، حنا ما بدلناش كاع مارينا التليفون غير على داكشي. قال لك صافي انا غادي نجي خويا في الليل وغادي نهضر معاه، نمشي في الليل نهضر معاه. قال له اختك والوالدة افتكر افتكر ديال الفيسبوك الماسنجر، هضر معاه هضر مع الوالدة هضر معايا. لاباس فينك اخويا محسن خليتينا وموقت واش مريض واش موقع لا لاباس عليا بخير عبدي لاباس لاباس. تزوجت وعندو وليد، تزوج سيد وعندو وليد
هي هذيك صافي تقطعات صافي ملي لقى ملي صافي لقى السيد حيد داك الفيسبوك بلوك انا عاوتاني بلوك السيد صافي مشى شنو معناتها ما صافي ما بغاش يهضر معنا صافي شي واحد اللي تقول له مامتك اشنو وصلق عليها شنو وقع لها ويخليها وضربت عليك تمارا ماشي مشكل سير 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 قلت لك الوالدة صافي انا والدي لما كان بعد واحد ولدي رانا عاوتاني تا هو شكرا لك على فكرك هبه خاطر شي بلاصه فيها كونيكسيون هبه انا خويا انا خويا فكر كلشي ترجع كلشي ترجع وبارطاج كلشي بارطاج كلشي بارطاجي ولي كومونتيرات بلوكا كلشي كيب المدينه ديالو باش يتحيد هذا البلوك تفضلي هبه كملي لنا دابا مزيان خويا تفضلي دابا المهم واحد الولد عاوتاني كان مشى قرعه الملكان المهم تلاقى به تما قال له ماك شنو واقع عاود له كل شيء شنو خسر علينا خويا عطاه عطاه 100 اورو قال له ملي تصيفطو مالي لداركم ولا وصيفطها للأب قول لهم يعطوها له صافي خويا هذا هضر مع احبابو قال لهم هاشنو قلت لي امي مسكينو كتبكي قالت لك صافي انا اليوم دفنتو ولد لي عندي اليوم دفنتو الا عاودتي جبتي لي سيرتو ولا هضرتي لي عليه هزختها الرضا صافي انا ولدي مات ما عنديش صافي خويا بقينا هكاك خدمة خدمة بنت كبرات دابا بنتي عندها 15 عام ما شاء الله مريض طلعت هي مسكينة الوراق تاعي داكشي الله ما شنو قلتي اختي ما سمعتكش عفاك قد ديال الميكرو ما سمعتكش شنو قلتي قلتلك حتى هي مسكينة كيشدو هادوك لي كريز دالكلوة ملي دينا هادو وزنا لها درنا لها سكانير داكشي قالك الطبيبة عندها واحد المشكل في الكلوة كيتولد به الواحد ولكن ملي كيبدا يكبر فلاش كيبدا يعطيه داك الحريق وكطيح مسكينة وداكشي خاصها دير واحد لوبيراسيون على الكلوة يلا هاد السيمانة اللي درناها لها حبس المحيدة كاع الغرز هذه هي قصة خويا باختصار غير اختصرت لك هذا قصة التحرشات وكل وحاليا شنو شاديري دابا حاليا شنو شاديري حاليا دابا خويا كنخدم دابا كنخدم في العرس بحال دابا هكا العرس كنمشي نسربايا اللي بغا شي حلوة كنصبها في الدار اللي بغا شي ميناج كنمشي نديرو خصني كنتقاعد دابا كاينين الجمعيات قالت لي عام ما تخلصوش اقسم بالله خويا كلشي عندي بالوراق ما تخلصوش وكيجيو عند ماليهم غير جبر الله الناس اللي هازين لي الناس عائلة بدلنا حنا ديك المدينة بعدا ما قلتلكش ديك المدينة خرجنا من ديك المدينة مشينا لمدينة اخرى واخا هيبة شي واحد دابا اللي بغا يعاونك في خدمة ولا يبغي يساعدك ولا شي حاجة نعطيوه النمرة واخا خويا تقدري تقول لنا المدينة فين كاينة انت دابا ما نقدرش نقول اخويا المدينة دابا نقولها لك انت من بعد شي بحيت الا كان شي واحد قريب يبغى يعاونك في خدمة ولا شي حاجة في الاطلس في واحد الاطلس ديال هنا إفران ولا بعيد اه دوك الشوايع اه اللي ما يعاون هي بيت وصمة نمر الصفحة الرسمية ما خصنيش خصني شي خدمة مرسمة خصني شي خدمة هكا غير نبدا نخدم ونرجع
بنتي مريضة، الوالدة فاتت هي غير لي كوش دابا اللي كندير لها. اللي بغى يعاوني هبة صورها لكم تشوفوها غير لي كوش. اه اللي بغى يعاوني هبة يتواصل معايا براس الصفحة الرسمية، كتب لي بغيت الرقم ديال هبة ونعطيكم الرقم ديال هبة. هبة تنتمنى من الله انه يجازيك بخير اخويا، يوقف معاك وانك تعيطي لي عمك قريب ولقاوك باللي احسن من دابا ويهدي خوك. نتمنى ان ربي يهديه باش يدير الحال، ونتمنى ان ربي يشافي الام ديالك يا رب كذلك ويقدرك عليهم. وتعيطي لي شي نهار وتفرحينا، ولقاوك كيما عيطونا بزاف ديال الناس فرحونا، تنتي شي نهار تعيطي لنا تفرحينا ان شاء الله.